الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا في اجتماعات منتدى افريقيا اوروبا عالي المستوى. ميليشيات الحوثي تقوم بعمليات نهب واسعه لميناء الحديده والمنشات الحكوميه بالمدينه. 100 دولة تتفق على قواعد تطبيق اتفاقية باريس للمناخ. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الاثنين في اجتماعات منتدى أفريقيا أوروبا عالي المستوى. وكشف سفير مصر بالنمسا عمر عامر في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس بمقر السفارة المصرية بالنمسا على أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات تفاهم واتفاقات التعاون بين مصر والنمسا خلال زيارة الرئيس السيسي، والتي سيلتقي خلالها مع نظيره النمساوي ومستشار النمسا ومسؤولين آخرين، إضافة إلى مسؤول 12 من كبرى الشركات النمساوية ورجال الأعمال. كشفت مصادر في ميناء الحديدة أن الميليشيات الحوثية قامت بنهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين. وذكرت المصادر أن ميناء أو مدينة الحديدة شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عمليات نهب منظمة ومكثفة للمؤسسات الحكومية من قبل ميليشيات الحوثي، وذلك قبل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النيران وإنهاء المظاهر العسكرية في الحديدة، والذي تم برعاية أممية في السويد بين الحكومة الشرعية والحوثيين. كشفت مصادر مقربة من عملية إكمال بناء تشكيل الحكومة العراقية عن قرب الانتهاء من أزمة استكمال التشكيل الوزاري لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي. وأوضحت المصادر أن القوى السياسية العراقية توصلت إلى اتفاق يقضي بإعادة فالح الفياض إلى منصبه كمستشار الأمن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي، على أن يختار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وزيرا للداخلية دون تدخل أي طرف سياسي. اعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطنية الفلسطينية يوسف المحمود الخطوة التي أقدمت عليها أستراليا والمتمثلة بما يسمي الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل خطوة مرفوضة. ودعا المحمود دول العالم إلى الامتثال للقوانين والقرارات الدولية التي أوضحت أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي أراضي فلسطينية ضمن حدود العام 1967، مشددا على أن نقل أي دولة لسفارتها إلى القدس يمثل اعتداء على الشعب الفلسطيني والقرارات الأممية ذات الصلة. اتفقت نحو 200 دولة على قواعد تطبيق اتفاقية المناخ المبرمة في باريس من العام 2015 لمعالجة تغير المناخ. وبعد محادثات استمرت أسبوعين في بولندا، تجاوزت الدول الخلافات السياسية للتوصل إلى توافق بشأن إطار أكثر تفصيلا لاتفاقية المناخ، والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري اكسترا نيوز دوت تي في. دمتم في أمان الله، سالمين.